أغلب اللي بيعيشوا داخل المخيمات وضعهم الاقتصادي متدني جدا، فأنا استهدفت المخيمات هذه لنصل لبعض الفقراء، ربما ما نصلش لكل الفقراء، لكن قدر المستطاع نصل لبعض الفقراء اللي نقدر نسد حاجتهم من الطبايخ والوجبات في شهر رمضان. مين هاي؟ يلا ليان، يلا. أخذنا عهد على نفسنا أنه لابد أن هذه المسيرة تستمر، لأنه الله بيبارك بشهر رمضان المبارك، أنه لازم ما نوقف عن مساعدة الناس. لو بدنا نفوتهم يقعدوا معنا على السفرة بالبيت. عم نعمل المبادرة هلأ، عم نعملها بالبيت أنا ومرتي وابني، وفي بعض الأصدقاء المقربين منهم بشكل شخصي بيقدموا بعض التبرعات، مشكورين. في ليبيا عامة تعاني من نقص المرتبات، من انقسام الدولة في اللي جاتها مرتبة في اللي ما جاش، في اللي ما فيش زيادات والقصص كيف دينا في الاعتصامات. فحاولنا نحدوا من الحاجة هذه كلها تكاتف جهود أهل الخير وتبرعات الناس المتبرعة بالكامل. كل أسرة تاكل مع بعضها، لأن في ناس كبيرة في السن ما تقدرش تيجي، ناس مريضة، ناس بتحرج. ودي نظرية اقتصادية، اللي بيفضل من الأكل ممكن يستخدم في وقت تاني في السحور لبكرة، ممكن الأسرة تزود صنف، تزود صنفين. إحنا سعداء بإن إحنا بنعمل النظام الدليفري المجاني. روادنا من الفقراء والمحتاجين وطالبين المراد، واللي يطلب الشفاء من الله سيد الشيخ يجوا يتباركوا بهالمكان. بالنسبة لوضعنا احنا بالمطبخ ما يتأثر بأي صيغة من صيغ البلد، من كان من ناحية اقتصادية، لأن هذا مطبخ رب العالمين عين عليه. فالميسور الحال والمحتاج والمطلوب نذير والبركة فيجهز المطبخ، إن كان عراقي أو مصري أو عربي أو أجنبي. ياسر طالب عبد الله يصير خالد عبد الله عادي مصطفى سجلنا أنا وعمي.